طيب خلينا نروح نشوف أهم عناوين حلقتنا النهاردة. الأهلي راحة من التدريبات اليوم ويستعد لمواجهة الجيش غدا. طلع أعمل غدا يا جماعة. يوسف الأهلي لن يتنازل عن التتويج بالدوري. محمد محمود نصيحة صلاح حسمت انتقالي للأهلي وسأكون مفاجأة كان 2019. الأهلي يكشف حقيقة رحيل معلول وكيلوبالي. اتحاد الكرة يرفض ودية يناير وأجيري يحدد مباراة مارس. عرض سعودي لتريزيجيه. وعالميا بيليه يهاجم ميسي ومورينيو يرفض المقارنة مع أساطير يونايتد.